مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا آنفا القصة ديال صلاح الدين وديال طارق اللي كانوا مشدودين بالسناسل لسنين طوال، وهما كيعانيو الموضوع ديالهم اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع تيبدا ملي كانوا في التمدرس في الإعدادي بالضبط، اللي تناولوا مادة مخدرة بين قوسين المعجون، فقدوا الأهلية بجوج. مشاهدينا الكرام، لا أنا ولا العائلة اللي تناولنا القصة، هاد الوليدات وبالأخص طارق قنبلة موقوتة. الجديد اللي في الموضوع هو اللي غتشوفوه معايا الآن وغنختم في الأخير، تبعوا معايا. يقول لك هاد طارق دازو الواد البارح 36، عيطت لي جابت لي دارت الورقة، جابت ورقة ديال التوجيه من عند القايد، مشات البارح وعطاها لابينانس وعطاها مخزني وجا دار مي ونقدم، مشاو بثلاثة داو في لابينانس وصلوه البارح، هادشي البارح وصلوه خلاهم حتى مشاو، وما يقولها سير الطبيب ديالو ما كاينش سيت الجمعة تما تجيبها، ويهرب ليها هرب ليها، طلعتي في الطوبيس جات بوحدها ما جاش بالليل. ملي مشيت قلبت عليه اليوم قالوا لها الناس صوني على التليفون، قالت واحد المرة قالت لها شوفي اجي عندنا، راه ولدك راه في درب الانجليز، راه في المدينة لتحت في المدينة القديمة، راه بيت في الزنقة، راه عطانا النمرة ديالك بقى كيذكر، عطاها لينا راه صوني عليك دابا جدي. مشات ليه جا شداته من يديه وجابته ل 36، دوزو ل 36، قالت لي ما انتم شوف كيدوي بوحدو كيضرب راسو قدامك حلين حفين، عطاو الناس ما يلبس عريان. قالت لي ما انتم دابا انتم شوفوا عباد الله فغادي ندي هذا، راه انتم عندكم حق تشدوا هذا وداك الشيء. عرفتي باش جاوبت الطبيبه؟ قالت لها الطبيبه ديالو ما كايناش. وعرفتي باش جاوبت هذه اللي لقاتها اليوم؟ قالت لي سيري دي هذا، راه ما بقاش يتعالج هذا، صافي ما بقاش يقر في الدواء، سيري دي ما بقاش يتعالج. دخلناك بالله خويا يوسف هذا اللي كيقول، تقول لها الطبيبه كتقول لها سيري دي ما بقاش يتعالج هذا، دابا شنو هي هذه؟ ما فهمت والو. هانتي الويدا داك الشيء اللي قالت لك الطبيبه قوليه لسي يوسف دوي. وي انت عبد الرحيم اش قلت لك انايا؟ ديناه شنو عبد القيد من 8 وانا عبد القيد حتى للربعة، ملي الحمل عطاني الورقة وعطاني لافينانس ومخازنية وجدارمي ودينا الدري قلنا صافي راه غادي ينعس يشدوه بغا يكمل النعاس ديالو المريض. وبالورقة ديال القيد؟ بالورقة التوجيه ديال القيد، ملي دخلناه قلب شدو التوجيه وخلاتني باركة مصمرة، ها خرجوا المخازنيه والشيخ والمقدم وداك الشيء وزادوا في حالاتهم ولا لابيلانس داهم، بقيت بارك انا وياه. دخلته قالت لي هذا راه ما عنده حتى ما كاينش طبيبه ديالته، عدي حتى طبيبين حتى تكون، قالت لك نهار الجمعه. قلت ماشي مشكل، غيبقى على الخميس اليوم الاربعاء الخميس، قلت نهار الجمعه نجيبوه. جاي انا وياه في الطوبيس، هرب ليا في الطوبيس الاول نمره 6، تبعته الطوبيس الاخر اللي تابعه. ملي نزلنا في التيرمينيس ما لقيتوش، قلت صافي سولت ما لقيتوش، قلت كره في الدار. جيت للدار ما لقيتوش في الدار، بقينا بيتين مبرزطين. الصباح طلع النهار مع التسعود، مشيت للتيرمينيس ديال نمره 6 في حي الاسره، قلبت سولت دوك الشيفورات قال لك لا، سكت بقيت حتى 7 العشيه، حتى الطوبيس اللي جا فيه الشيفور اللي جا فين حطو. صافي مشيت قلت اش غندير، بقيت واقفه شويه تصورت عليا واحد المراه حدا تمايا، قالت لي السلام المراه واش نتي اللي مدر لك ولدك البارح؟ راه عندنا حنا في درب الانجليز، جي عندنا درب الانجليز، راه ولدك جا عندنا حنا شادين وبغى يهرب. شدي الله يرحم لك الوالدين، شدي الطاكسي مشيت الحمر حطني في درب الانجليز. قلبت على المراه قالت لي رانا سجلابه حمراء يشاده، دزت عندها قلبت قالت لي انا ما مشيت عندها، لقيت الدري مجبد ناعس في الارض محل دايرين فيه خمسة الناس شادين ولا يهرب. جبتو وجيت 67 ديال السبيطار، حطني عند الباب ديال السبيطار طلبتو باش ما يهربش ليا. دخلت السبيطار دخلتو للطبيبة تما البلاصة الطبيب الطبة، شدتو مني واحد الطبيبة ديال كدير ستاج، الطبة اللي كيدير ستاج تما قالت ليا هذا مالو، قلت لها راه ستاجيرات ديما هما في السبيطار اللي فيك كمشيو ستاجيرات. لا راه تودر البارح راجلنا من درب الانجليز، راه ملي طلقتيه ليا قلت لي ديه ديه راه ديتو، ما صدق ما ديت والو، راه ديتو في تعب بوحدي، هبيت هنا في المدينه في درب الانجليز. دابا هو الله يرحم والديكم دخلوه يكمل العلاج ديالو، قالت لي داك عندي ما بقى عندو حتى علاج، مابقاش يكمل العلاج، ما عندو حتى دواء، هذاك ديه للدار مابقاش يقر فيه الدواء، مابقاش يقر فيه الدواء، ما عندوش العلاج، مابقاش يقر فيه السيكاليم، ديه للدار. انا جيتو دابا راه مكتفاه وسد عليه وبركه مقابلاه،
يلاه شنو غندير دابا؟ ونجيبو قالت لك ديه الجمعة، تاني غندي نهار الجمعة غدا غتقولي تاني ديه. ملي قالت لك باش باش يقيس صخوك باش تقهر وتتبرك يا الرد. ما كنشدوها، ما عندو غيتعاج، علاش غندير الصباح تاني نتمحل؟ ما عرفتش أنا، ما فهمت حتى هاد الشيء، ما تفهمش. واش عندو السرطان ما فيه، ما عندوش حتى علاج، ما فهمتش أنايا. راه فيه الموت، داخله الموت، يقول لك هذا داخله الموت، دير الدار تيموت، هذا راه باقي واقف يضرب في عباد الله ويجري بالعقل. وما فهمت والو، هادشي باش غندير؟ سخسخنا وسخسخنا المقدم وسخسخنا الجدارمية وسخسخنا لابيلانس وشي حاجة ما كاينة والو، دونا ويجيبونا على والو. ما فهمتش، ما فهمتش هاد السبيطار هاد 36 اش غيديرو معانا دابا؟ ما عرفتش اش غندير. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الاوديو ديال الاخ ديال طارق وصلاح الدين وكذلك الام، الله يسمح لنا من الوالدين. مشاهدينا الكرام، انا غنبسط في النقاش. الموضوع ديال طارق وصلاح الدين، قال اجهزه خدامه معاهم، مشكورين رجال الدرك اللي كيقوموا بالواجب وتينتقلوا معاه، وكما سمعتوا في التصريح القائد كذلك والمقدم والقيد والامبيلونس، الا ان الطبيبه لا رأي آخر. مشاهدينا الكرام، الدولة كلها خدامة مع طريق صلاح الدين، إلا هالطبيبة كتخرج بقرار لا راه هذا ما غاديش يداوى، ما يمكنش هذا القرار، ما عندناش، ما كتستشريش مع الأستاذ ديالك اللي هو البروفيسور، ولا عطيونا شي بلاغ رسمي من المستشفى ديالكم كيقول هذا الكلام ونشوفوا على حلول أخرى. طريق قنبلة موقوتة، هاد الطبيب يقدر يكون واحد في ولادك في هذاك الليل ولا في عائلتك، ويقدر يتقاص من ردود الفعل ديال هاد الشاب اللي هو فاقد الاليه. ملي كتاخذو امو تيهرب ليها، ملي كيمشي للدار وكيريبي لهم الدنيا، الساكنه كلها مر في حاله رعب من السلوكيات ديالو وهو فاقد الاليه. القانون عارف المنحه ديال هاد الاتجاه فين غادي، ولكن الحد من الابعاد اللي يقدر يوصل لها طارق، لماذا لم نساهم بهذا الوضع؟ في هذا الوضع مشاهدينا الكرام، دور المجتمع، دور الجمعيات في هذا الموضوع، الناس ديال المجتمع المدني يدخلوا على الخط اللي البحث عن حلول جذريه وناجعه من شي افات الله يستر اللي تقدر توقع. وكذلك النداء من النيابه العامه، الفحص دقيق لهذا الشاب. إلا كان هذا المستشفى اللي فيها الطبيبة ما قادرش، كاينين مستشفيات أخرين وكاينين تخصصات في مراكز أخرى اللي قادرة أنه تشخص الوضع ديالو، واش ممكن هذا الولد يتعالج ولا لا؟ طبيبة كتخرج بقرار كما سمعتوا من عند الأم، الحل النهائي عندها هو سيري ديال الدار، الإبن ديالو راه جاوب جواب تلقائي، هذا راه ماشي مرض السرطان، الدري باقي بصحته، إنما المشكل العقلي اللي عنده ممكن يدير ليه الحل. نحن لسنا أطباء اللي غنشخصوا الحالة، ولكن العنوان اللي كتعطينا ماشي نتيجة. مشاهدينا الكرام، تفاديا لشي مأساة الله يستر لا توقع، يديرها طارق ولا صلاح الدين اللي شيئا ما قلنا الوضع الصحي ديالو على ما يرام، خصنا حل. النداء كل من ساهم في هذا الموضوع، هذه راه عتق رقبة، هي هذه، راه هذا الوليد فاقد الآلية، يقدر يدير أي جريمة في أي لحظة. وهاد الأجوبة ديال الطبيبة جد جد مستفزة، للتكرار فقط وللتوضيح إذا صح التعبير. كلشي خدام مع طارق، الدرك الملكي ضابطين الأمور ديالهم صراحة، لأنه حتى الإدارة ديالهم ما تترحمش، قانون قانون، القائد كذلك، تقارير استعلامات العامة، إلا أن المؤسسة ديال التطبيب موضوع النقاش. السلام عليكم. عليكم السلام. صافي راه صحيح، راه سيري يديه وجيبيه السيمانه الجايه، وهذيك السيمانه اللي غتجيبو قد يكون دار شي كارثه هو، لانه الدري فاقد الاهليه، يجب مراجعه هذا القرار، لانه لو تم تحليل في هذا الموضوع وعطينا القيمه للابعاد اللي يقدر يوصل لها طارق، الله يستر غادي يقدر يتخذ المتعين اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل عليكم، نحن دائما ان شاء الله على تتبع الملف ديال طارق وصلاح الدين، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.